الرؤية اللي هتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سيناء، عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضراتكم تابعتوها في كل حتة في مصر، شمال سيناء هتبقى إن شاء الله من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء، على أعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي هيتم على هذه الأرض المباركة إن شاء الله. إحنا بنتكلم على حجم، إذا كنا بنقول إن اللي كان نصيب شمال سيناء من العشر سنين اللي فاتت 283 مليار، إحنا بنتكلم إن الخطة الجاية اللي بنستهدف في 5 سنين إن إحنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار. يعني بنقترب من ضعف، أو يعني رقم نقدر نقول 150% من الرقم اللي كان صرف أو أنفق في العشر سنين اللي فاتت، وبنتكلم على مدة زمنية لا تتجاوز ال5 سنين إن شاء الله في خلال الفترة دي، ومقسمينهم حتى لسنتين، أو أول مرحلة منهم 3 سنين والمرحلة اللي بعديهم 2 سنين. وعلى قد ما هيبقى جهد أهالي شمال سيناء في عملية التنمية والبناء، على قد ما هنقدر نخلص هذه المشروعات بأسرع وقت. ودي النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها. القرار من سيادة الرئيس ومن الحكومة بناء عليه إن اللي ينفذ مشروعات تنمية وإعادة إعمار شمال سيناء يبقوا أهالي شمال سيناء بنفسهم، هم اللي ليهم الأولوية في عملية التنفيذ، وهم اللي هيبقى واقع عليهم عبء عملية التنفيذ. إحنا كدولة هندبر التمويل وهنساعد بكل اللوجستيات الممكنة، وإنتوا شطارتكم قدرتوا تخلصوا في 2 3 سنين، هندبر كل حاجة في هذه المدة على قد ما هتقدروا تنفذوا، على قد ما إحنا هنقدر نستهدف إن إحنا نخلص هذه الخطة بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. أنا عشان بس ما نقولش كلام مرسل، إحنا محددين كل مشروع هيتعمل فين. 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه في الست مراكز اللي بيمثلوا المحافظة، رفح والشيخ زويد والعريش وبير العبد والحسنة ونخل، كل قطاع منهم أو مركز المشاريع اللي هتبقى موجودة فيه إيه. المشاريع دي كلها والبرامج هتستهدف 3 حاجات رئيسية: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، إن إحنا نأسس لمجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة تستهدف جذب استثمارات كبيرة لهذه المنطقة الواعدة، وتهيئة إزاي البيئة الجاذبة للاستثمار. نتكلم على أول محور، محور تحسين المستوى المعيشة. أنا هتكلم هنا بستعرض بسرعة جدا إحنا عملنا إيه وناويين نعمل إيه في الفترة الجاية. في الخدمات التعليمية الدولة المصرية قدرت إنها تنفذ مشاريع ب 2.7 مليار جنيه في الفترة اللي فاتت لغاية أكتوبر 23، نفذت بها 206 مشروع، لكن المخطط إن إحنا ننفذه مشروعات ب 8.7 مليار جنيه للفترة الجاية. إحنا نفذنا، حضراتكم عارفين طبعا جامعة العريش، وإحنا بعد ما نزلنا من المطار عدينا عليها، نفذنا عدد كبير من الكليات، منها طبعا كليات الطب البشري، الاستزراع السمكي، نفذنا على مستوى التعليم ما قبل الجامعي 109 مدرسة منهم المدرسة اليابانية في العريش، بالإضافة ل 24 معهد أزاري. كل دي، والنهاردة بننفذ مشروعات أخرى لتوسعات الجامعة شغالة وهتخلص في خلال الفترة. ده كل ده أنا بعتبره من الحاجات اللي اتنفذت، لكن اللي احنا وان شاء الله ايضا في المدارس اللي بتتنفذ النهارده، سواء المدارس الرسميه للغات، مدارس المتفوقين، المعاهد والمجمعات الازهريه اللي احنا شغالين فيها، ولكن المشاريع الجديده اللي احنا هننفذها في هذا القطاع اللي ب 8.7 مليار، 10 كليات جديده في جامعه العريش، 8 كليات لجامعه الازهر، و35 مدرسه ومعهد ازهري، كل دول هيبقوا ضمن خطة التطوير اللي هتتم في خلال الفترة الجاية اللي احنا بنطلقها النهاردة ان شاء الله. الرعاية الصحية، احنا نفذنا مشروعات 14 مشروع بحوالي مليار جنيه، لكن الفترة الجاية بنتكلم على استثمارات ب 8.3 مليار جنيه عشان ندخل محافظة شمال سيناء في المرحلة الجديدة من التأمين الصحي الشامل، تبقى من المحافظات اللي تدخل على طول في منظومة التأمين الصحي الشامل. احنا نفذنا طبعا تطوير مستشفى بير العبد المركزي، مستشفى نخل، والنهارده بنطور مستشفى العريش العام اللي ان شاء الله هيخلص في اسرع وقت ويدخل الخدمه، ولكن المشروعات الجديده اللي احنا بنستهدفها ب 8.3 7 مستشفيات سواء انشاء او تطوير في كل المراكز والقطاعات الجديده، 33 مركز ووحده صحيه انشاء جديد، و56 نقطه اسعاف هتبقى انشاء ورفع كفاءه. يبقى مستوى الخدمة الطبية هنا في شمال سيناء
يفوق إن شاء الله أي مكان آخر موجود على أرض مصر بإذن الله. الخدمات العامة، الشباب والرياضة، الثقافة، التضامن. النهاردة إذا كنا نفذنا مشروعات بحوالي 600 مليون جنيه، المخطط إن إحنا هننفذ في مشروعات ب 2.2 مليار جنيه. تاني أنا بأكد لحضراتكم، أنا بتكلم فقط على شمال سيناء، مش بتكلم على سيناء كلها. إذا كانت هي دي المشروعات اللي الدولة المصرية قدرت إنها تنفذها، الصالة الرياضية المغطاة، مكاتب البريد، المخابز، مراكز الشباب وقصور الثقافة، واللي اتعمل من تطوير لكل المساجد والاستادات اللي بتتعمل، ولكن زي ما بقول لحضراتكم في 2.2 مليار جنيه كمشروعات هنبدأ ننفذها في خلال الفترة الجاية، سواء مباني إدارية وخدمية، ملاعب، قصور وبيوت ثقافة وسينمات، مكاتب بريد، مكاتب تموين، مراكز تدريب ومهني. التنمية المجتمعية، وهنا بنتكلم على تنمية الشباب والأطفال، وإزاي إن إحنا نبني الوعي منهم من خلال العديد من محاور التوعية في الندوات والأنشطة الثقافية اللي إحنا مركزين عليها، والحاجات الرياضية الكبيرة اللي إحنا بنحاول نركز عليها في خلال الفترة الجاية مع المحور التعليمي وإنشاء العديد من الخدمات. محور الصحي، يعني بالإضافة للمستشفيات، المبادرات الصحية الرئاسية اللي بننزل ننفذها هنا كلها بالكامل، القوافل وتدريب الكوادر وبرامج الطب النفسي وعلاج الإدمان. المحور الاجتماعي، دعم النقدي هنا كتكافل وكرامة وموجود بصورة كبيرة، وإن شاء الله يعني كل الأسر يعني اللي مستحقة لهذه الخدمات هتبقى مستهدفة مننا بإذن الله. مشروعات تمويل، مشروعات المتناهية الصغر، الأولوية هتبقى إن شاء الله لشمال سيناء في خلال المرحلة الجاية، عشان نشجع إنتاج وشباب شمال سيناء يقدر إن هو يجدوا فرص عمل مختلفة بتمويل ميسر. زي ما بقول لحضراتكم، مشروعات الاقتصادية، مفيش تنمية حقيقية هتحصل غير ما يبقى عندي مشروعات اقتصادية كبيرة، وده كل تركيزنا. احنا مش بنتكلم على مشروعات صغيرة، بنتكلم بنحلم، مش مجرد حلم، هننفذ مشروعات تخلي هذه المنطقة منطقة جذب مش محلية، منطقة جذب عالمية للاستثمارات، تبقى مكان مقصد للشركات العالمية تيجي وتستثمر في هذه المنطقة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأهالينا هنا ولكل أهالي مصر. المحور الثاني، محور المجتمعات الزراعية والعمرانية. الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت، هتكلم على التنمية الزراعية لأن ده حلم كبير، وأنا عارف دايما أهالي شمال سيناء ارتباطهم بالزراعة بيبقى ارتباط كبير. احنا نفذنا مشروعات بنية أساسية في الفترة اللي فاتت دي فقط ب 68 مليار جنيه. عملنا محطات، العالم كله قال دي أكبر محطات في العالم، محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بتاعت بحر البقر، المحسمة، وخدت شهادات من الموسوعات العالمية إن دي أكبر مشروعات بتتعمل على مستوى العالم في هذا المجال. كل ده بهدف التنمية وتعمير واستصلاح الأراضي اللي موجودة هنا، مئات الألاف من الأفدنة إن شاء الله في شمال ووسط سيناء. الفترة الجاية إحنا بنستهدف 19 مشروع ب 55 مليار جنيه استثمارات في الفترة الجاية. زي ما وريت لحضراتكم محطة مية المحسمة اللي تنفذت عشان تخدم استصلاح 50,000، محطة معالجة مصرف بحر البقر عشان تخدم استصلاح 270,000 فدان. النهاردة الهيئة الهندسية وشركات المقاولات بتنفذ البنية الأساسية بعد ما خلصنا محطة بحر البقر عشان توصل لأماكن الاستصلاح عشان نبدأ عملية الزراعة اعتبارا من العام القادم إن شاء الله. دي كلها النهاردة المواسير اللي بتتعمل. أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا راجل مهندس، والله والله المشروع زي ده قد السد العالي مرتين وثلاثة. حجم مشروعات بتتعمل في الدولة المصرية النهاردة لخدمة أهالينا تفوق اللي كانت مشروع واحد ممكن الدولة المصرية تقعد عليه لعشر سنين. احنا بنتكلم على مشروع واحد الدولة بتنفذه في سنتين ثلاثة، ممكن يبقى قد ثلاث وأربع مرات مشروع قومي كانت الدولة بتتكلم عليه لعشر سنين. أراضي النهاردة متحددة بالتحديد، ويمكن كان توجيه سيادة الرئيس تبدأ تتوزع العقود، يبقى في عقود واضحة وصريحة لتخصيص الأراضي وحق الانتفاع لهذه الأراضي عشان تبدأ تخصص لأهالي شمال سيناء وكل الناس المهتمين بالتنمية الزراعية في هذه المنطقة 90,000 فدان بتوع منطقة بير العبد. لكن أيضا المشروع الأكبر 270,000 فدان،
اللي ان شاء الله هيبقى لخدمة حضراتكم جميعا ولخدمة مصر كلها. انا بتكلم على 270 الف فدان في شمال ووسط سيناء اللي اتعمل لهم محطة بحر لبقر عشان يبدأوا يدخلوا حيز الانتاج ويبدأوا يخدموا هذه المنطقة وكل مصر ان شاء الله. ايضا المنطقة بتاعت 109 الف فدان، المنطقة الحدودية اللي اتعمل لها برضو تخطيط ان يتعمل فيها اماكن للزراعة بمنتهى الوضوح، هتخدم مع التجمعات اللي تم الاتفاق انها تتنفذ في هذه المنطقة. التنمية العمرانية، احنا بنتكلم على حجم استثمارات الدولة حطته في خلال الفترة اللي فاتت 26 مليار جنيه، انشأنا بيهم ما يقرب من 47 الف وحدة. احنا بنتكلم الفترة الجاية على 115 مليار جنيه الدولة هتنفقهم عشان تعمل تاني التجمعات والمدن اللي اولا حضراتكم ترجعوا عليها، ترجعوا تاني اللي اضطرينا بسبب الارهاب ان هو يخرج من مكانه، يرجع في اماكن مخططة وتنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة علشان نضمن انها تطلع بطريقة سليمة ومخططة زي ما بنعمل تطوير في كل حتة في مصر. الدولة المصرية عانت من العشوائيات بصورة كبيرة جدا، واعتقد كلنا بقينا كمصريين لن نسمح مرة اخرى بنمو اي تنمية تحصل على الارض بطريقة عشوائية. اي حاجة هتحصل بعد كده في الدولة دي تتعمل مخططة، تبقى بتتعمل صح من اول يوم، اماكن البيوت فين، اماكن الخدمات فين، اماكن المرافق فين، عشان يبقى المواطن مرتاح وهو موجود في هذه الاحياء والمناطق، ويبقى احنا كدولة قادرين ان احنا نخدمه ونحافظ على امنه. ده اهم شيء، ودي لازم تبقى رسالة لينا كلنا، وده اللي احنا بنعمله في كل حتة في مصر. فكرة ان احنا كل واحد يبني، كان زي ما حصلت على عقود فاتت في مصر كلها تكبدنا مئات المليارات عشان نصلح هذه الاماكن. النهاردة عشان اجي اشق طريق جوه القاهرة في وسط منطقة عشوائية، انا احنا بندفع ازالات ونزع ملكية والله العظيم ضعف ثمن الطريق نفسه. يعني ممكن يبقى الطريق 8 مليار، اضطر ادفع 2 و3 مليار تعويضات عشان بس اهد البيوت واشيل العشوائيات اللي موجودة. الدرس اللي بنتعلمه ما يبقاش في تنمية تتعمل بعد كده غير تنمية مخططة الدولة عاملاها والدولة مشرفة على تنفيذها او بتنفذها بنفسها. يبقى ده اللي بضمن بيه ان بعد كده كل حاجة تبقى ماشية صح. احنا نفذنا منازل بدوية في بير العبد وفي نخل وفي الحسنة وعمارات واسكان اجتماعي في كل المناطق، والمنازل تاني المنازل دي نفذنا 11 تجمع تنموي كان في منطقة شمال ووسط سيناء، وكان يمكن سيادة اللواء عاصم بيحكي لي لسه على هذه التجمعات واحنا شغالين عليها قد ايه. ولكن اعتقد الجزء المهم واللي يعني اهالي شمال سيناء كلهم مهتمين بيه، فين الاماكن او التجمعات اللي احنا ان شاء الله هتبقى المخطط انها تتنفذ للمرحلة الجديدة. احنا تم التوافق على ان هيبقى فيه 21 تجمع. الواحد وعشرين تجمع متقسمين على الثلاث مراكز الرئيسية، منطقة رفح، منطقة الشيخ زويد، ومنطقة العريش. 6 في رفح، 11 في الشيخ زويد، و4 في العريش. دول اللي هيبقى فيهم الاماكن اللي هتتعمل. التخطيط بتاعها بيراعي تماما الطابع اللي انتوا حضراتكم متعودين للعيش فيه، البيوت اللي بتبقى منفصلة، البيت بالتصميم بتاعكم، واحنا تعمدنا ان اللي يعمل التصميمات بتاعه البيوت والتخطيط منكم علشان يبقى هو ده اللي ملائم للطبيعه والطابع الخلفيه والثقافيه والحضاريه بتاعتكم. فبالتالي المخططات اللي معموله وتصميم البيت معمول بهذا الشكل، ان احنا يبقى المناطق كلها مناطق متخططه، البيوت وفي كل منطقه او حي صغير مجموعه خدمات بتخدم على حضراتكم، ويبقى بعد كده كل حي او حيين او ثلاثة في وسطهم منطقة مركزية كبيرة فيها المدرسة الثانوي، فيها المستشفى الكبيرة اللي ممكن تخدم على نطاق الحي الاشمل. لكن هنبقى محددينها ومتقسمة بالتنسيق مع حضراتكم ان شاء الله طبقا للظروف اللي احنا عارفينها كويس من حيث طبيعة العائلات وطبيعة الخصوصية وكل الكلام ده هيبقى موجود. لكن الاهم ان يبقى فيه تصميم واضح، الطريقة موجودة، كلنا مقرنها، واللي هينفذ هذا الكلام حضراتكم تحت إشراف الدولة الكامل علشان يبقى قادرين ان احنا نضمن
ان التجمعات الجديده دي تخرج بالطريقه اللي احنا كلنا عايزينها، تجمعات حضريه على اعلى مستوى تتنفذ بهذا الشكل. نفس الكلام بالنسبه للاراضي الزراعيه، هيتعمل البنيه الاساسيه للاراضي الزراعيه، الدوله مسؤوله عنها واللي بينفذها برضو شركاتكم، شركات سينا، اهالي سينا، شمال سينا، هم اللي هينفذوها، ويتم عمل عقود واضحه تماما لحق الانتفاع علشان تؤسس بصورة واضحة جدا للعلاقة اللي موجودة ما بين الدولة وما بين أي حد هيجي ينتفع بهذه المناطق بالكامل. أنا بتكلم على إن كل تجمع هيبقى فيه كل الخدمات اللي حضراتكم بتحلموا بيها وبتتمنوها، من مدارس، وحدات صحية، مستشفيات، مراكز شباب، مساجد، كنايس، كل ده الدولة هتبقى هي اللي ملتزمة إنها تنفذه على نفقتها، وبرضه هيتنفذ من خلالكم، من خلال شركاتكو اللي هتبقى مسؤولة عن هذا الكلام كله بالكامل. التصميمات بقت جاهزة واحنا بنتكلم على بدء التنفيذ. انا النهاردة جاي بتكليف من سيادة الرئيس عشان نقول هنبدأ من بكرة ان شاء الله تنفيذ هذا الكلام بالكامل. مدينة رفح الجديدة احنا انهينا المرحلة الاولى، والتكليف ان احنا نبدأ في المراحل التانية والتالتة ليها، بالاضافة الى بدء مدينة بير العبد الجديدة اللي احنا كنا حاطين التخطيط وتم توجيه ان احنا نبدا في مراحل تنميتها ان شاء الله في المرحله الجايه. التنميه الصناعيه الدوله نفذت مشروعات ب 6.5 مليار، احنا حاطين للمرحله الجديده 38 مليار جنيه مشروعات صناعه. انا هنا بتكلم يا جماعه على مجمعات هتخدم مش فقط شمال سيناء، بتكلم على تخدم مصر وتخدم المنطقه كلها في كل المجالات اللي احنا شايفين فيها مزايا. احنا بدانا بمجمعات الرخام وحضراتكم عارفينها، ومصنع العريش للأسمنت والمشروعات الكبيرة، ولكن المخطط إن شاء الله في المرحلة الجاية منطقتين صناعيتين كبار في رفح ونخل، مجمع صناعي في رفح والحسنة، مصانع للرمال السودة، ومصنع للسودة إيش. كل دي مشروعات باستثمارات مليارات الدولة هتضخها في الفترة الجاية لتنفيذ هذه المنطقة، ويمكن ده تخطيط للمنطقة الصناعية اللي هتبقى في رفح إن شاء الله الجديدة عشان تخدم على كل المنطقة اللي هتبقى موجودة. 7 ل10 مصانع للرمال السوداء ومتحددة أماكنهم بالكامل هتبقى موجودة فين عشان دي تبقى إن شاء الله لعشرات السنين تبقى شغالة. تنمية سياحية، شمال سيناء لا تقل عن الساحل الشمالي الغربي اللي في مصر اللي واخد الزخم، وإن إحنا كل الناس بتتكلم على العلمين والساحل الشمالي الغربي. المزايا والجمال اللي موجود هنا ممكن يفوق حتى الساحل الشمالي الغربي. عشان كده تركيز الدولة، صحيح ان احنا نفذنا باستثمارات بحوالي 2.5، يعني فترة اللي فاتت نفذنا حاجات بفترات معينة، ولكن الظروف اللي طبعا كانت موجودة في شمال سيناء ما مكتناش ان احنا نستفيد بهذا المكان بالصورة الحقيقية. النهاردة المخطط ان احنا هنبدأ بتنفيذ مشروعات تنمية سياحية باستثمارات 2.5 مليار. بنتكلم على قرى بقى سياحية على اعلى مستوى، مارينا لليخوت، مواني داخلية ومواني دولية، يبقى عندي كورنيش على امتداد المدن الساحلية وعلى أخص مدينة العريش زي الكورنيش اللي الدولة عملته في العلمين والمنصورة الجديدة. على أعلى مستوى أهالي شمال سيناء نفسهم يبقى منطقة للترفيه والجمال كله في هذه المناطق إن شاء الله. دي التطوير بتاع الخطط كلها اللي هنبدأ في تنفيذها للمدينة، إحياء مسار العائلة المقدسة والتطوير بتاع هذه المنطقة. نيجي للجزء المهم. طب أنا كل ده وعملت وبنية أساسية والكلام ده كله، لكن أنا محتاج إن أنا أزود المرحلة الجاية في عدد من الأهم العناصر المهمة اللي هتخلي منطقة شمال سيناء جاذبة للاستثمار العالمي. أنا دايماً بأكد إحنا رؤيتنا شمال سيناء دي هتبقى فعلاً مقصد إن شاء الله مش فقط للاستثمار جوه مصر، ولكن العالم كله بيبقى بيستهدف إن هو يبقى موجود معانا في خلال هذه المرحلة. كان أهم حاجة دايماً مشكلتنا في شمال سيناء هو شبكة الربط، وأعتقد طبعاً كلنا عارفين إحنا الحمد لله اللي تنفذ بحوالي 43 مليار بأطوال تصل إلى 1000 كيلو من الطرق والكباري، لكن إحنا قصادهم حاطين إن إحنا هننفذ ب 53 مليار جنيه لتطوير 4300 كيلو ومدقات، ولكن الأهم هو بقى ده الشيء الرئيسي 500 كيلو سكة حديد.
وده اهم شيء. دي يمكن شبكه الطرق اللي متنفذه حاليا واللي جاري تنفيذها واللي مخطط انها هتتنفذ في الثلاث اربع سنين الجايين بالكامل، متحدده عشان تخدم على كل اراضي وقطاعات شمال سيناء بالكامل من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. وبالتحديد هننفذ ايه الفتره الجايه وايه الطرق هتترفع كفاءتها وتتحول كلها الى طرق كبيره. ده احنا اللي نفذناه طبعا. يعني انا عايز ادي المثل، اذا كنا بنقول قبل 2014 كان عندنا نفق واحد، احنا عندنا النهارده 6 انفاق، زودنا 5 انفاق في هذه الفتره، 7 كباري عائمه، عملنا يعني ازدواج لكوبري الفردان بتاع السكه الحديد نتيجه لازدواج قناه السويس. كل دي مشروعات الدوله استثمرت فيها وتنفذها عشان شيء واحد، ان احنا نربط ازاي سينا بمصر ربطه كامله، يبقى معناها انها جزء لا يتجزا من مصر، عشان يبقى دايما نقطه الضعف اللي كانت دايما بتثير الاطماع وهي انعزال سينا عن بقيه قلب مصر. بكل المشروعات دي احنا بنربط سينا بكل مصر بكل انواع ووسائل الربط، طرق، مواني، سكه حديد، مطارات، يبقى كل حاجه زيها زي اي بقعه موجوده على هذه الارض. اهم حاجه خط السكه الحديد. احنا قبل الثوره كان كل الخط اللي موجود بيصل الى منطقه شرق بورسعيد المينا اللي موجود، وكان رايح لغايه بير العبد. ده يمكن كان الخط اللي موجود قبل كده. احنا النهارده بنطور بالكامل وبننشئ خط من اول وجديد، وده يمكن اللي رفعنا كفاءته وشغالين فيه الجزء القديم. استعدنا كفاءه كوبري الفردان وعملنا له ازدواج، شغالين على رفع كفاءه المنطقه اللي هي من بلوزه ولغايه بير العبد، ولكن دلوقتي الانشاء الجديد ان هنروح لمينا شرق بورسعيد وهنطلع من بير العبد للعريش وبعدين الحسنه وبعدين نخل وبعدين ننزل لغايه النقب وطابه. ده عشان نرد المشروع ده احنا مخططينه من فتره، واثيرت في الفترات الاخيره محاوله دول كثيره انها تعلن عن ممرات جديده ولوجستيه وطرق لمحاوله انها يعني تعمل طرق اخرى موجوده وتبقى، وده كله لا باس ومن حق كل الناس انها تشتغل، لكن احنا في نفس الوقت احنا عارفين كويس قوي اللي هيخدم بلدنا واللي يخلي مصر دايما هي مركز لوجستي عالمي. اهم شيء هنا ان يبقى عندنا هذا الخط، خط سكه حديد بيصل من طابه لغايه ما يوصلها لغايه بقى مصر، يبقى اي حد النهارده يقدر ياخد السكه الحديد يركب القطر من طابه لغايه ما يوصل لاي مكان في مصر من خلال شبكه القطارات اللي هتبقى موجوده ان شاء الله. ده اللي حصل، الازدواج للكوبري القائم مع الكوبري الجديد زي ما قلت لحضراتكم وانتهى، بنرفع كفاءه خط السكه الحديد الفردان وبير العبد. النهارده الحقيقه نفذنا مشروعات بقى في بقيه البنيه الاساسيه، حضراتكم طبعا عارفين مطار البردويل الدولي اللي اتنفذ وخلص، تطوير مينا العريش. وهنا يمكن عشان انا بتابع بنفسي بصوره يعني شخصيه تنفيذ هذا المشروع، اللي انا عايز اكد عليه هدفنا من تطوير مينا العريش ان نحوله الى مينا دولي لا يقل عن مينا بورسعيد ودمياط واسكندريه. انا بقولها لان حجم التجاره اللي هتبقى على هذا المينا هتخدم في الاساس كل اهالي شمال سيناء، هتخلق حجم هائل من فرص العمل والاستثمارات اللي تخدمكم. احنا حريصين كل الحرص ان اي تعويضات هتبقى موجوده، وسياده المحافظ يعي هذا الكلام، احنا على طول بندبرها. ويعني هذا الموضوع ده توجيه كامل من سياده الرئيس، مفيش حد يعني يدار ولازم التعويضات بتصرف في هذا الشان. لكن انا بس بقولها لكم، هذا المشروع بيتعمل لصالح اهالي شمال سيناء، ان احنا نحول هذا المينا فعلا لمينا تجاري دولي عالمي، يبقى كل حركه التجاره اللي موجوده في منطقه البحر المتوسط ومنطقه شرق المتوسط تبقى معتمده عليه. احنا بنرفع كفاءه مطار العريش الدولي اللي احنا نزلنا فيه عشان يتحول لمطار دولي، مش فقط المطار اللي هو كان بيخدم اغراض معينه. زي ما بقول لحضراتكم احنا مستهدفين 20 مليار جنيه الفتره الجايه عشان نطور كل هذه الخدمات اللوجستيه في، ويتعمل مينا ومرسل اليخوت هنا في العريش برضو عشان يجتذب السياحه للفتره الجايه. المناطق التجاريه واللوجستيه بنعمل مشروعات ضخمه جدا لانشاء مناطق لوجستيه للتجاره على مستوى المنطقه. بدانا طبعا
في خدمات زي سوق العريش لتجارة الجملة، مناطق زي كفاءة تمويل، أماكن التموين. لكن اللي احنا مستهدفينه أهو وأنا بحطها قدامكم، مناطق لوجستية وحرة في رفح وفي العريش وفي بير العبد وفي مناطق أخرى على وسط سيناء، كل دي عشان تخدم على حركة التجارة ما بيننا وما بين جيراننا للفترة الجاية إن شاء الله. المرافق والبنية التحتية سريعا، احنا نفذنا مشروعات ب 8.7 مليار في مية وشرب وكل الحاجات دي، ولكن مخطط الضعف. وانا بقولها لحضراتكم عشان نشعر بحجم الاستثمارات اللي الدولة هتلتزم بيها للفترة الجاية في سيناء وشمال سيناء تحديدا. كل دي الخطوط بتاعت محطات التحلية ومحطات المعالجة اللي بتتعمل النهاردة لخدمة التنمية اللي هتتعمل، الصرف الصحي، المشروعات الكبيرة المخططة النهاردة انها تتنفذ. زي ما بقول لحضراتكم هنصل وبنصل فعلا الى اكتر من 500,000 متر مكعب مية محلاة عشان الشرب والخدمات المختلفة هنا في شمال سيناء لوحدها ان شاء الله. الطاقة، احنا شغالين على تأمين كل مصادر الطاقة الكهربائية، المحطات اللي اتنفذت واترفعت كفاءتها، وايه اللي هيتعمل للفترة الجاية. كل دي مشروعات ب 24 مليار جنيه الدولة هتنفذها وهتبدأ فيها اعتبارا من اليوم بإذن الله. الغاز الطبيعي نفس الكلام عشان خدمة الأهالي وخدمة الصناعة اللي هتبقى موجودة، ايه المشروعات برضو اللي هتتنفذ في هذا الشأن. الحقيقة بختم بحاجة مهمة جدا، احنا رؤيتنا لشمال سيناء زي ما قلت لحضراتكم انها هتكون مركز كبير جدا لمصر، مركز عمراني وصناعي وتجاري وزراعي وسياحي، وبالتالي هيبقى حريصين كل الحرص على اعطاء كل الحوافز الممكنة علشان نشجع الاستثمار وعشان نخدم اهالي شمال سيناء. وهنبقى فيه قروض بشروط ميسرة لكل واحد من اهالي شمال سيناء اللي هيبقى ناوي ان هو يعمل هذه المشروعات. زي ما قلت لحضراتكم الأولوية لتنفيذ كل المشروعات اللي بنتكلم عليها هي شركات أهالي شمال سيناء، هم اللي هيكونوا الأولوية الكاملة لتنفيذ كل هذه المشروعات عشان الخير كله يبقى أنتوا اللي بتستفيدوا منه جنبا إلى جنب مع كل المصريين. كل ده مهم جدا، لأن من غير كل الشغل ده هتظل سيناء مطمع لكل حد أنه يفكر لأي أحلام أو أفكار انه يستغل هذه المنطقة اللي بيعتبرها منطقة فاضية، وان ازاي ممكن ان احنا نحقق عليها اي شيء. انا بقولها لينا كلنا، لان جايز احنا اجيالنا عارفة قيمة هذه المنطقة، لكن يمكن الاجيال الشابة لما عصرتش ممكن ما تبقاش عارفة قيمة هذا الكلام. وانا شايف طبعا جزء كبير من قوة مصر النعمة قاعدة معانا، الفنانين الجمال اللي عملوا لنا مسلسلات وافلام على اهمية هذا المكان، الاعلاميين والصحفيين، واعتقد ده دور مهم جدا ان احنا نستمر الفترة الجاية عشان الشباب الصغير اللي عنده 15 و20 سنة اللي جايز ما حسش ولا عرف باهمية هذا المكان يظل يشعر ان هذه الرقعة من الارض كلنا نموت عليها ومفيش ذرة رمل تتاخد منها. انا بشكر حضراتكم جميعا.